وآخر التطورات في شمال القطاع نرصدها معك. دعني أبدأ بالقصف الإسرائيلي الأخير في محيط منطقة اليرموك على منزل في بالقرب من مدرسة التابعين. 5 شهداء نتيجة هذا الاستهداف الدامي على شقة سكنية في تلك المنطقة التي تتوسط مدينة غزة وتتبع لحي الدرج. طبيعة الحال سبق هذا الاستهداف استهدافات أخرى، كان بينها استهداف منزل عائلة الحناوي الذي رصدناه في التقرير الذي عرض قبل لحظات، واستشهد في هذا الاستهداف أسرة، الرجل وزوجته وأبناؤه استشهدوا. الجثامين وشدت وقد تطايرت نتيجة شدة الانفجار إلى المنازل المجاورة، وهناك جثمان أحد الشهداء لم يتم الوصول إليه، بحثوا في كل الأماكن المجاورة، في النهاية خلصوا إلى أنه غالبا تفتت حتى لم يبقى منه شيء نتيجة شدة الانفجار. هذا كان في جباليا البلد شمال قطاع غزة. وكان هناك أيضا قصف لمنزل في حي الصبرة، عفوا في تل الهوى جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 من الفلسطينيين، كذلك المنزل في محيط المستشفى الأردني. أيضا كان هناك شهيد نتيجة استهداف منزل في حي الصبرة، وشهيد نتيجة استهداف المدفعي على منطقة شارع صلاح الدين في عزبة الكحلوت في مخيم جباليا شمالي القطاع، في الشمال الشرقي للقطاع. الحصيلة طبعا كانت عند 13، ولكن مع تسجيل الشهداء 5 قبل قليل في محيط مسجد التابعين في شارع اليرموك في مدينة غزة، يرتفع عدد شهداء مدينة غزة إلى 18 شهيدا. في موضوع ذي صلة ومهم أيضا، غدا من المفترض أن تبدأ عملية التطعيم في مدينة غزة وشمال غزة، ولكن اللافت المعطيات التي توفرت عبر وزارة الصحة أنه حتى هذه اللحظة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل إدخال التطعيمات إلى شمالي القطاع، يمنع القافلة التي تحمل التطعيمات وأيضا تحمل الوقود الخاص للمستشفيات من الدخول، يمنعها منذ السبت الماضي. هذه المهمة التي تنسق لها منظمة الصحة العالمية وقفت عند حاجز نتشاريم من جهة الجنوب يوم السبت وأرجعت، يوم الأحد وأرجعت، يوم الاثنين اليوم وأرجعت، وهناك أمل بأن يتم السماح لها في اللحظة الأخيرة في ساعة الصفر يوم غد الثلاثاء. رغم هذه العرقلة الإسرائيلية إلا أن عمليات التجهيز اللوجستي على الأرض لعملية التطعيم تجري على قدم وساق، وكأن الاحتلال الإسرائيلي لن يعرقل، لأن الأجهزة الصحية أو المنظومة الصحية والأونروا معنية بتتميم هذا الأمر لحساسيته ولأهميته البالغة.